عنا توا صافي كتموها ما خصناش، كنا نخدموا رايدين على رواحنا في مواد اكتوبر هكاك قص علينا الضوء لاسباب نجهلوها. المعلم ما حبش يخلص حتى لو قلنا جرينا له ومشينا للرئاسة الجمهورية حكينا معاها، عيطت رئاسة الجمهورية باش يلقاو معاها حل، رفض باش يلقى حل. احنا مدينا يدينا ليه باش نخدموا نكملوا نخدموا على رواحنا، ما انا طالبين شيء، لا انا طالبين منح، لا انا طالبين زيادات، لا انا طالبين حتى شيء، طالبين شهرنا اللي هي قوتنا وقوت صغارنا. الخليه استدعته، المعتمد استدعاه، الولايه استدعته، الناس كلها استدعته ورافض الحضور باش يقابلهم باش يحكي معاهم هو ولا حتى الاداره العامه المسؤوله علينا. نحن اعوان وعمال الشركه مطالبين كانوا يلقاونا حل. هذه نداء استغاثه. احنا طالبين تو تسريحنا على خاصه مع معظمنا فوق 50 سنه، طالبين تسريح العمال. خلصنا في الشهريات وتسريح العمال وديجا هو موافق على هذا، لكن ما عندوش فلوس نفوضوا مشاكلنا. معناها احنا ماشيين برضا الاطراف الكل حتى في اتفاق، لكن ما عندنا 3 شهور معناها ما لقيناش حل. يا رجع العمال يخدموا، هذه صعيبه ياسر، مؤسف في انهيار يا تسريح العمال لاسباب اقتصاديه. هو كل مره يوخر، كل مره يوخر، معناها جيت لتو الانتخابات يقول لك تاك يربح الباجي تو انا تفرهد اموري، خاطر هو كان من الار سي دي، فهمت كيفاش؟ هو كي تفرك يشد الباجي تفرهد. هذا هو كلامه هو، باش نبداو واضحين. هو ماخو ياسر فلوس، ماخو قرض منا ومنا، ماخو 43 مليار، والدوله سمحته في 13 مليار. كي باش يبيع هذا وش يبيع الاخر مش في خيخ الاخر تيخلص. فهمت الفيلات اللي عنده هو، فهمت في الحمامات وفي النصر وفي كرتاج كلهم يعرفهم، كلهم باسم مرته باسم ولاده. فهمت كي يبيع اشتر فيلا فهمتني ينجم فهمتني يخلصنا الكل. تبدا احنا هبوتنا والشاري نتاعنا 200 خدام، حكايه 1,700,000,000 يبيع اشتر فيلا خلصنا. مي هو ديما يحب، معناها ديما يحب يخليها للدوله، ديما يحب يثقل على الدوله. بالروح والدم يا فديك يا اتحاد، بالروح والدم.